السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تشتغل على شات جي بي تي لكن ليس من الاسباب مش قادر تفتحه، ممكن يكون مقفول في الباب بتاعتك او البلد مش موجودة في الدول المسموح يشتغل فيها شات جي بي تي، او مكلف او لاي سبب من الاسباب، هوريك شوية ادوات تقدر انت تستخدمها بديلة قوية جدا عن شات جي بي تي، وهي في الاصل بتعتمد على شات جي بي تي. يعني هو الموقع معتمد على شات جي بي تي. اول واحدة اللي هو boe.com، في كذا حاجة، يعني في شات جي بي تي 4، في شات جي بي تي 3، وفي كلاود ده موقع معتمد على شات جي بي تي، واللي مبرمجينه كانوا شغالين في شات جي بي تي قبل كده. فكل الموقع دي تقدر انت تيجي هنا وتسأله اي سؤال، بيبعت لشات جي بي تي وبعد كده يجيب لك اللي جابها. يعني القوة بتاع جي بي تي موجودة، تمام؟ طيب بعد كده في اداة بتضيفها اسمها ايه؟ ميرلين ده كان الساحر بتاع ملك ارثر، فهم واخدين الاسم. دي اداه بنضيفها للمتصفح بتاعك، وفي اي لحظه بتروح دايس عليه يبدا ان هو يتجاوب معاك ويرد على الاسئله بتاعتك. طيب في موقع تاني اسمه ore.ai، الموقع ده بتختار اللي انت عايز تعمل معاه، ممكن تقول له انا عايز سلونا، عايز ترافل، وفي شات جي بي تي 4 تقدر انت تتعامل معاك بشكل حلو. بس هو الفكره كلها بيقول لك اعمل ساين ان، يعني اعمل حساب مجاني وهديك كل الخدمات اللي انت عايزها، تمام؟ طيب احنا كده لغايه دلوقتي ثلاث مواقع. طيب في برضو موقع اسمه فور فرونت، ده برضو من المواقع اللي بتتعامل مع شات جي بي تي على طول، تمام؟ مجرد ان انت بتعمل حساب ويبقى عندك الامكانيه ان انت تساله زي ما انت عايز. طيب بعد كده ممكن تستخدم بينج، ده محرك البحث بتاع مايكروسوفت، تمام؟ دي الصفحه اللي هو بيعتبر زي ميد جورني، بيعمل الصور، لكن ممكن تدخل على الصفحه الرئيسيه بتاعته وتبدا ان انت تساله، والاجابه هتجي لك من خلال شات جي بي تي عادي، تمام؟ يعني هتقول له شات، وتبدا بقى تسال شات جي بي تي اي سؤال يخطر في بالك وهو يجاوب عليها، تمام؟ هو بيقول لك ان استعمل الافضل يعني ان انت تعمل المتصفح بتاع مايكروسوفت. طيب برضو تعالى نشوف الادنس اللي انا مسطبها. انا مثلا بستعمل ايه؟ في شات جي بي تي فور جوجل، بحيث ان انت لما تسال جوجل اي حاجه يجاوب عليها. في شات جي بي تي رايتر لما اطلب منه اي موضوع يكتبه لي. في ايه تاني؟ ده جربته حلو قوي، بيربلكسيتي اسك اي اي، بتدوس عليه يبدا بقى يجيب لك يقول لك اسال اي سؤال وهو يروح لشات جي بي تي ويجيب لك الاجابه. من ضمن الادوات القويه اللي يعتبر يعني بيبقى زي واجهه، ويقول لك اسال، طب انت عايز تسال في الانترنت كله ولا في الموقع ده ولا في الصفحه دي بس؟ فانا بقول له على النت كله واساله يسال يخطر في بالي يجيب لي النتيجه. هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو، ما تنسوش تشارك الفيديو مع الاصدقاء ولايك وشير.